قتل 35 شخصا بينهم 30 عنصرا من المسلحين الحوثيين والعناصر الموالية لصالح في اشتباكات مع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي، لا سيما في مدينتي تعز والضالع. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات السعودية عند الحدود السعودية اليمنية بمختلف الأسلحة وبمشاركة طائرات الأباتشي السعودية. شن طيران النظام السوري 15 غارة جوية على الأقل على مدينة تدمر الأثرية وأطرافها في وسط سوريا، مما تسبب في دمار واسع بالمدينة وأوقع عددا من القتلى والجرحى. أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل 7 عسكريين بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة 10 آخرين عندما أطلق جندي النار على زملائه في ثكنة بوشوشة العسكرية القريبة من مقر البرلمان. ونفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون الحادث إرهابيا، وقالت إن منفذ العملية قتل أيضا في الحادث. اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس 17 فلسطينيا بينهم شبان وأطفال في حملة طالت البلدة القديمة وأحياء سلوان وراس العمود والعيسوية. قتل 10 أشخاص على الأقل نتيجة هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام على قرية نائية شمال غربي نيجيريا. هبطت طائرة ركاب فرنسية اضطراريا في مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك بعد تلقي تهديدات من جهة مجهولة، ورافقت الطائرة مقاتلتان من نوع F-15 تابعتان لسلاح الجو الأمريكي كإجراء احترازي.